الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، يعني من السند، يعني يحدثه سند أعلى. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى كده أسقط عنه كم رجل؟ أسقط عنه عمرو والقعقاع وأبو سهيل، مش كده؟ هو كان هيحدث، هو بيعرفه. قال: قلت لسهيل، سفيان يقول: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك. هو كان يحدث سفيان عن عمر عن القعقاع عن أبي سهيل هذا، فأصبح يحدث عن سهيل بدل ما أسقط عنه رجل واحد أسقط عنه رجلين. قال: سمعته من الذي سمعه منه أبي. هذا الحديث، قال إمامنا رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. يعني الحديث ده يشمل كل الدين لو كل الأحاديث تدخل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. إذن بيّن حقيقة الدين أنه النصيحة. وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وتميم الداري رضي الله عنه روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث الجساسة. يقول: وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم، أنه داري أو ديري. داري. يقول: قال الإمام أبو سليمان الخطبي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. حيازة الحظ يعني أن يعطي حق المنصوح له، يستحوذ عليه، بمعنى لا يترك منه شيئا، توفية الحق، الحظ والحق للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل: النصيحة مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطبي وغيره من العلماء فيها
كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة. الدعوة الدعاء والدعوة للناس كي يعطوا يعني يؤدوا الحق الذي عليهم لله عز وجل والحث عليها والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها في جمع الناس وليس في جميع والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. كلام حسن جدا يعني التوحيد والإيمان والإيمان بالأسماء والصفات وطاعة الرب عز وجل واجتناب المعاصي والموالاة في الله والمعاداة في الله والجهاد في سبيله كل ذلك من حقه سبحانه وتعالى. وبالتالي فدخل فيه فعلا تحقيق التوحيد وفعل جميع الطاعات جميع المحرمات في حق الله عز وجل. قال وحقيقة هذه الإضافة ونصح لله راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح وهو عز وجل أوجب علينا حقا له عز وجل رحمة بنا. وده معنى الكلام اللي هو حقيقتها راجعة إلى العبد في نصحه نفسه يعني هو لما يعطي حق الله فهو في الحقيقة ليس لأن الله محتاج إلى ذلك الحق بل لكي تنقذ نفسك وتنصح نفسك. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين الذب الدفاع عنه ضد تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليها وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته فيما أمره وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا صلى الله عليه وسلم ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف
وإيلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، أو أن لا يغروا غره، أن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء، وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور، وحكاه أيضا الخطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام. يعني هذا فيه نظر، وإلا فالتقليد أمر لا يجوز إلا عند الضرورة للعاجز عن المعرفة للحق بنفسه. يقول: وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، برفق وإخلاص، الشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عنهم، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم، وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعة. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. كلام يعني نادر في الحسن والجمال. أنا أحب أن أقرأه مرة ثانية ليراجع كل واحد منا نفسه فيما يؤديه من النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والبغض فيه، وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليها وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه،
وإعظام حقه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها. استثارة يعني بمعنى نشر هذه العلوم، علوم السنة والشريعة، واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها، إجلال أهل السنة والشريعة، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، فهذا هو المشهور. وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وإحسان الظن بهم. فتكلمنا على قوله وتقليدهم في الأحكام. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة. يتخولهم بالموعظة يعني يتابع بينها على رفق ومهل، ولا يكرر الموعظة كل حين وكل وقت، يبحث عن الوقت المناسب للموعظة. يتخولهم وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره نفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وآراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث إن النصيحة تسمى دينا، في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ومن هنا أدخل البخاري ومسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان. إذا كان الدين هو النصيحة، فالدين هو الإيمان والإسلام. فالنصيحة التي تشمل بما وضحنا العمل، فالعمل إذن من الإيمان. يقول أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. الحقيقة أن هذا الكلام يعني به المعنى الخاص جدا للنصيحة، وإلا فنصيحة الله عز وجل، النصيحة لله عز وجل فرض على الإيه؟ على الأعيان، وكذا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لكتابه. وأما النصح الذي بمعنى الأمر معروف النهي عن المنكر، فهو الذي يكون فرضا على الكفاية إذا قام به البعض، حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج على الباقين، وإلا أثم كل قادم.
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم. قوله رحمه الله أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، هذا مما لا نزاع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما قوله إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، فهذا فيه نظر وليس على إطلاقه، بل حتى لو علم الناصح أنه لا يقبل نصحه لكان عليه أن ينصح، طالما كان في النصح فائدة ومصلحة، سواء للمنصوح له أو لغيره، سواء كان نفع عاما أو خاصا، سواء كان عاجلا أو آجلا. فمسألة النفع لا يلزم أن يكون بقبول الكلام. قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، والفعل في سياق الشرط إن نفعت الذكرى يدل على العموم، أي نفع، أي إن نفعت أي نفع، لو وجد أي نفع سواء كان كما ذكرنا بقبول القول وطاعة الأمر أو بغير ذلك، فربما لا يقبل قوله ولكن يكون في ذلك إظهار شعار الإسلام، لا يقبل قوله ولكن يكون فيه نكاية في قلب العصاة، بحيث أنهم يتركون المنكر بعد حين، ويمكن أن لا يقبل قوله ولكن ينتفع بذلك من لم يقصده من صغار المسلمين أو كبارهم أو من غير المنصوح له. فهذا مما يدل على لزوم النصيحة إذا علم أنه يقبل أو لم يقبل طالما كان فيه نفع. ومن العلماء من أوجب الذكر والنصيحة، التذكير والنصيحة، حتى ولو لم يكن فيها نفع مطلقا، قالوا تقدير الكلام: فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، مثل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والظاهر الأول، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام حين أعرض المشركون عن دعوته، قال: فتول عنهم فما أنت بملوم. ومن هنا قال عز وجل، وأيضا قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فأمر بالإعراض عنهم، وذلك لكي ينشغل الإنسان بأنواع أخر من العبودية غير نصيحة هؤلاء الذين أعرضوا عن الحق. فحين لا تنفع التذكرة والموعظة والنصيحة للناس بوجه من الوجوه، فالصحيح العمل بمفهوم قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر. فالآية لها مفهوم، إن مفهوم الشرط من أقوى أنواع المفاهيم، إن نفعت، إذا لم تنفع الذكرى، إذا وصل الحق لهؤلاء القوم ولم يرجى من دعوتهم مزيد إظهار لشعار الإسلام، ولم يوجد في محلتهم من ينتفع بالموعظة والتذكير والنصيحة يعني غيرهم، بل كل من ولد فهو على شاكلتهم، فينبغي أن يعرض عنهم ويتولى عنهم وما هو بملوم، بل ينشغل بعبودية أخرى وبغيرهم ممن يقبل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وربما سقط الأمر بالكلية وتحول إلى أمر محرم إذا علم الضرر المحض لنفسه أو لغيره من غير أدنى مصلحة، كأن يعلم أن يكون في وسط قوم منافقين زنادقة مثلا، ولو تكلم قتلوه أو انتهكوا عرضه، وهو لا يرجو بذلك إظهار شعار الإسلام لكونه في وسطهم فقط وهم الظاهرون الغالبون، فلو تكلم لأوذي أشد الأذى، انتهك عرضه، سفك دمه، انتهك عرض أهله وأصحابه والمسلمين. فإذا تكلم في هذه الحال لم يجز له ذلك لما ترتب عليه من المفسدة من غير مصلحة راجحة بحال من الأحوال. استكمل بعض الصلاة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير
وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في الرواية الأخرى عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال النووي رحمه الله في حديث جرير إنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين، يعني في كتاب الله عز وجل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تكررت مرات فهي قرينتها في كتاب الله، وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهما، ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت موافق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرواية فيما استطعت لأنه تلقين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتلقينه من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، إذ قد يعجز في بعض الأحوال، فلو لم يقيده بما استطاع لأخل بما التزم في بعض الأحوال، والله أعلم. بمعنى أنه لو لم يقل فيما استطعت لكان ناقضا للبيعة حتى ولو مع العجز، لأنه وعد بالتوفية مطلقا، فهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بحديث جرير منقبه ومكرمه لجرير رضي الله عنه، رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا 300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، ليعطيه الثمن نقدا. فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400 درهم؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500 درهم؟ على عكس اللي بيوحد الناس بتفصل في الناس إيه؟ تقلل الثمن، هو كل مرة يشوف الفرس اللي أعلى قدرا يقوم يزوده. ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى، وطبعا هو اللي همه الرضا. وجرير يقول فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. سبحان الله، فعلا الله مقاوة عظيمة لجرير رضي الله عنه، وصدق في الوفاء بالبيعة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم. يبقى الواحد مش فرحان أنه هو يعني غبن الآخر وأنقصه من حقه. قال جرير بن عبد الله البجلي صحابي صاحب التفسير، ده ابن جرير الطبري بينه وبينه 300 سنة أو نحو ذلك. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. على إرادة نفي كماله، يعني إذا نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق فالمقصود نفي كماله الواجب. قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي
تجيبي. قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء الكلمات عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث يذكر اقتص حديث مثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهم. وفي الرواية الأخرى في حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. قال النووي رحمه الله هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، المختار يعني الأمثل، يعني كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش إلا عيش الآخرة مع أن الناس تعيش، ولكن بالمقارنة أن هذا يسير جدا، أمر الدنيا يسير أمر الآخرة. والمقصود بنفي الكمال هنا نفي الكمال الواجب، لأن الكمال على نوعين، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب بمعنى أن صاحبه يستحق دخول الجنة لأول وهلة ولا يعذب في النار، والكمال المستحب زيادة على ذلك في رفع الدرجات، و لا يقصد نفي أصل الإيمان الذي يلزم منه الكفر والشرك والخروج من الملة والتخليد في النار. ما سبب هذا التأويل؟ يقول إنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح عبادة بن الصامت الصحيح المشهور، حديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا ولا يعصوه معروف إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذا الحديث مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك،
بل هم مؤمنون ناقص الإيمان. يبقى المنفي عنهم هو الإيمان المطلق. يعني إيه المطلق؟ يعني الذي لا يقيد بمثل هذا القيد اللي هو كلمة ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن فاسق، فلا بد أن يقيد. فالإيمان المطلق أي عند إطلاق بإطلاقه، أي الكامل منه وجوبا على الأقل فضلا عن الاستحباب. يقول: بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، أي بغير عذاب في النار، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة، مستعمل فيها كثير. وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع، وقد جمعنا. هذا الكلام قول جمهور أهل العلم من أهل السنة في طريقة الجمع. أما حكم المسألة فليس فيها نزاع، أعني أن الزاني وإن أصر، والشارب وإن أصر، والسارق وإن أصر، فإنه لا يكفر ولا يخلد في النار. هذا إجماع أهل السنة، إنما يخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. فالخوارج كفروه والمعتزلة فسقوه، لكن لا على طريقة أهل السنة. المعتزلة الفاسق عندهم فاقد لأصل الإيمان، وبالتالي فهو عندهم مخلد في النار، وهو في حكم الدنيا أو في التسميع في منزلة بين المنزلتين. ومسألة تكفير المصر هو قول الخوارج كما ذكرنا، وإلا فلا نزاع مع الخوارج ولا المعتزلة في أن التائب يدخل في يعني مغفور له، لأنهم يقولون عنه دخل في الإيمان أو دخل في الإسلام. فالخوارج يجعلونه مسلما بالتوبة، ويدعونه إلى أن يسلم وأن يتوب. فالنزاع إذن ليس في من فعل هذه المعصية مرة، ونزاع مع الخوارج والمعتزلة ليس في من فعل هذه المعصية مرة أو مرات ولا تاب منها، فإن التائب عند الجميع مغفور له وداخل في الإيمان والإسلام عند من يكفره والعياذ بالله. فالكلام كذلك في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان كما تأولته المعتزلة يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن تاب، لكان التائب من الشرك غير مغفور له، وهذا باطل بالإجماع. لأن إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، لو كان كده المعنى يبقى معنى ذلك إن إيه؟ إن الشرك مش هتغفر حتى لو إيه؟ ولو تاب، لأنه قسم، هذا تقسيم شرعي، نجعل هناك شرك وما دونه، فإذا كان ما دونه يغفر بالتوبة والشرك لا يغفر، يبقى لا يغفر بالتوبة أيضا، وهذا لا يقوله مسلم، لأن كل الرسل أرسلوا إلى أقوام مشركين، يبقى ما فائدة بعثة الرسل أصلا، وما فائدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم منه تكفير كل الصحابة ولا قائل بذلك منهم من أهل البدع هؤلاء يعني. فالآية تكون حجة عليه، فضلا أنه لو قال يعني ذلك لجعل، أو لو قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، إذا يعني قال بما يقول به فعلا، وهو أن الشرك يغفر بالتوبة، وأما ما دونه فهو في المشيئة، يعني يبقى كقول أيضا إيه؟ باطل، يجعل ما دون الشرك أشد من الإيه؟ من الشرك، لأنه إذا الشرك يقبل يغفر وما دونه في المشيئة. هذا كلام باطل لا يقوله من يتدبر الآية الكريمة. نلحظ أن طريقة الرد على الخوارج والمعتزلة في التكفير بالذنوب والإصرار عليها ونحو ذلك هو الاحتجاج بعمومات الأدلة القاضية بخروج عصاة الموحدين من النار، من أحاديث فضل لا إله إلا الله، وأنهم أن من قالها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
وحديث يعني الآيات الدالة على فضل التوحيد كالآيات التي ذكرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به مع الإجماع على ذلك. وهذا الأمر أيضا في باب الأفعال على نفس الحال، أعني بذلك لو ترك واجبا من الواجبات مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ترك هذا بمنزلة فعل هذه المحرمات بإجماع أهل العلم. وقد ورد كما سيأتي في تسمية بعض من فعل المحرمات بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات أن يسمى كافرا، والأكثر أو عمته في غير يعني ترك المباني هو وارد في فعل المحرمات. نقول الباب في هذا واحد، بمعنى اتفق أهل العلم على أن من ترك بعض الواجبات غير المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة ولا يخلد في النار بذلك حتى ولو مات تاركا له إلى الممات، ظل تاركا لهذا الواجب إلى الممات طالما لم يستحل له. فهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، لا فرق عندهم بين أن يفعله مرة أو لا يفعله مطلقا، ولم يعرف التفريق في هذا إلا يعني في يعني من ابتدع ذلك في عصرنا، وأن قال أن من يترك جنس العمل الواجب المعين يكون كافرا خارجا من الملة، يعني كل عمل معين لابد أن يمتثله ولو مرة، وهذا قول لا يقوله أحد من أهل العلم. إنما النزاع بين أهل العلم في ترك المباني الأربعة، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا الذي فيه نزاع بين أهل السنة، والخلاف فيها سائغ. فمن العلماء من يكفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، ومنهم من يكفر بترك واحدة من المباني. وأشهر مسائل الخلاف في مسألة ترك الصلاة، ولكن خلاف قديم ومشهور ولا نزاع في تسميته كافرا، لكن النزاع في حقيقة هذا الكفر، أهو كفر ناقل عن الملة أم كفر دون كفر؟ أما أنه يسمى كفرا فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز أن ينازع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذلك فقال فمن تركها فقد كفر في الصلاة، ولكن الجمهور على أنه كفر دون كفر. قال النووي رحمه الله: وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. في الحقيقة هذا الكلام التأويل الثاني ده ضعيف، وذلك أن من قال ذلك من استحله ولو لم يشرب ولو لم يسرق ولو لم يزني فهو كافر، فيقول يحمل المؤمن على نفي الإيمان بالكلية. ولكن يجعل هذا في المستحل، الحقيقة أن هذا المستحل حتى ولو لم يشرب الخمر بنفسه ولو لم يزني بنفسه، مثل من يقول مثلا في زمننا أن الزنا حرية شخصية، حتى لو لم يزني بنفسه ويقول لك أنا مش عايز أنا ما بحبش أنه يفعل ذلك، أو أنه لا يحب الخمر لرائحتها ولكنه يراها مما لا بأس به ومما لا يلزم تحريمه مع علمه برود الشرع بتحريمه. وده قيد طبعا مهم جدا، وهو كلمة علمه برود الشرع، وإلا لو كان جاهلا بذلك لا يدري فإنه لا يكفر، أو لو تأول تأويلا يعذر يعني مثله فيه، يعذر مثله فيه. يعني إيه يعذر مثله؟ يعني اللي زيه ممكن يكون الأمر خفي عليه، إما لقرب العهد بالشريعة أو لقرب عهده هو بالإسلام، لعدم انتشار العلم بالمسألة بالنسبة له، وبالتالي يكون هناك احتمال أنه ما قصد بذلك مضادة الشرع ولا تكذيبه،
لم يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرد والإباء. احتمل الأمر ذلك أن يكون جاهل فعلا متأول، والتأويل بيبقى فيها ذكر شبهة، والجاهل جاهل محض، ممكن يكون ليس عنده يعني أدنى معرفة. فبنقول أن التأويل ده أن هو على المستحل، المستحل سواء شرب أو لم يشرب فهو إيه؟ كافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني، إذن هو بيتكلم على من فعل فعل ليه؟ الزنا. ولذلك هذا العمل بعمومه أولى، مع أن نفي الإيمان أو نفي حقيقة الشيء لنفي كماله الواجب متكرر كثيرا في الكتاب والسنة، ولا يقصد بذلك نفي كل الحقيقة. حقيقة الشيء يعني إيه؟ حقيقته يعني كماله. فإذا نفيت الحقيقة يقال ليس بكذا، ليس بمؤمن، ليس منا، أو في الأسلوب الآخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا يقتضي نفي الإيمان عن غيرهم. فهذا في نفي الحقيقة يشمل أشياء مما يكون ركنا في الإيمان، ويشمل أشياء مما يكون واجبا في الإيمان. فتنفى الحقيقة ليس بمؤمن لانتفاء كمال الشيء الواجب، وهذا كما ذكرنا متكرر أكثر بكثير من قضية الاستحلال أن يحمل الحديث عليها، لأن الاستحلال ليس في شرب الخمر وليس في الزنا، بل لو صغيرة علم الإنسان أن الشرع نهى عنها وأجمع عليها العلماء واستحلها فكان كافرا. لو رد شرع الله عز وجل في أدنى أمر من الأمور فإنه يكون كافرا، رد هو الاستكبار والإباء والعياذ بالله. قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كلمة مستحلا يعني معتقدا أنه حلال، أو في اصطلاح العلماء الأوسع يعني أن الاستحلال يشمل عندهم الرد والإباء أيضا، حتى ولو لم يكذب. فإبليس لم يكن مكذبا أن الله أمره، ولكن كان آبيا مستكبرا، وهذا موضع النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. المرجئة الذين يقولون مجرد التصديق حتى مع عدم الالتزام الباطن اللي هو الإنقياد الباطن يكفي في الإيمان. المرجئة يقولون أن التصديق حتى مع عدم الالتزام في الباطن، مع عدم الإنقياد في الباطن يكفي في الإيمان. وهؤلاء الذين رد عليهم أهل العلم مرات، وكفر فرعون وإبليس، وإبليس خصوصا مع ورود التصديق الباطن، وأحيانا ورود التصديق الظاهر كاليهود الذين وصف الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يرد عليهم أوضح الرد. ولا حجة للخوارج والمعتزلة فيها كما ذكرنا بالأدلة المتقدمة. يقول وقال الحسن وأبو جعفر محمد ابن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، يستحق اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وده في الحقيقة عند التأمل هو نفس القول الأول، هو نفي الإيمان الواجب، فيقول ينفى عنه الاسم الممدوح وهو الاسم المطلق أي الذي غير مقيد، فهذا الذي يمدح به. فهذا القول، قول الحسن وقول الطبري، هو نفس القول الأول عند التأمل لكن بعبارة أخرى. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع، فيه ضعف الحديث اللي هو ينزع منه نور الإيمان فيبقى فوق رأسه كالظلة. والإمام أحمد قال ينزع يعني يخرج من الإيمان ويدخل في الإسلام، ويقصد بذلك الإسلام الذي معه أصل الإيمان، لأن الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فأصله تصديق القلب وانقياده ونطق الشهادتين، وكماله بالأعمال الواجبة فهي جزء منه بلا نزاع. الإيمان قول وعمل، لا شك أنه يشمل العمل، أن العمل جزء منه وليس فقط خارجا عنه ملازما له. يعني لو أردنا أن نشبه الفرق بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء بدائرتين، الدائرة الأولى كبيرة والدائرة الثانية صغيرة، دائرة كبيرة وجواها دائرة صغيرة،
فجمهور أهل السنة يقولوا الدائرة الكبيرة شاملة للدائرة الصغيرة، الإيمان دخل جزء من أجزاء العمل، الدائرة الصغيرة العمل والدائرة الكبيرة الإيمان، فدي جواها. مرجئة الفقهاء بيقولوا الدائرة الصغيرة بره الدائرة الكبيرة بس لازقة فيها، ملازمة لها من لوازم الإيمان وثمراته. وللعلم كلمة ثمرة يعني ربما لو دبرنا لو تفكرنا فيها على المثال المضروب له هو الشجرة، يعني فالثمرة جزء من الشجرة، لكن هم مقصودهم بها أنها خارجة عن مسماه. وذلك لما يجي يعرفوا الإيمان يعرفوا بأنه هو تصديق القلب واللسان. وإن كان خلاصة الأمر في النهاية مع مرجئة الفقهاء بالنسبة للوعيد واحد، لأنهم يقرون بدخول عصاة الموحدين النار، يعني بيقولوا ممكن يكون مؤمن وعنده الإيمان كامل ويخش النار، بس هذا يلزمهم الرد، يعني يلزمهم التخطئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة والمؤمنين يدخلون الجنة، فلو كان كامل الإيمان كان لابد أن يدخل إليه الجنة. الغرض المقصود، وهم أصلا ما بيقولوش أصلا مرجئة الفقهاء يزيد وينقص، فده من الأخطاء التي عندهم. يقول وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله. وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها، وأن لا نعلم معناها، وقال أمروها كما أمرها من قبلكم. النقل ده عن الإمام الزهري رحمه الله فيه نظر، إن ده مما لا يعلم معناه، ولكن هو متفق مع أهل السنة في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. ولكن أمروها كما أمرها من قبلكم من باب الزجر والتخويف للعصاة، وأن لا تؤول حتى لا تفقد المعاصي رهبتها في نفوس الناس. لو أولت وبين لهم أن المقصود عدم نفي أصل الإيمان، فالكلام إذن يكون على أحوال. فإذا كان يكلم الخوارج والمعتزلة فلا نشك أن الزهري يرد عليهم وأمثاله، حيث هو الذي قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فلا ينازع في ذلك، في أن الإسلام يثبت بالكلمة ولا يخرج من الإسلام بالعمل، نعني بترك العمل الذي من نوعية أو بعمل، يعني من نوعية ترك الواجبات غير الأربعة كما ذكرنا، أو بفعل المحرمات. فالحقيقة أن قول الزهري وقول سفيان في أن نمرها كما أمرها من قبلنا يقصدون بذلك عدم تهوين الذنوب لدى العصاة، وأما حقيقة مذهبهم فهو كعامة أهل السنة في ذلك، يقرون بعدم انتفاء الإيمان بالكلية عن العصاة وعدم تخليدهم في النار، ولا يقولون بقول المعتزلة بالقتل. وهذا الأمر يكون إذن خلافا لفظيا بينهم، بين الزهري وسفيان وغير ممن قال أمروها كما جاءت وكره تأويلها، وبين من أولها بالفعل. قلنا أنه هو عندما يكلم الخوارج والمعتزلة يبقى لابد من البيان، عندما يكلم العصاة يطلقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وعلماء الحديث الذين نقلوا لنا هذا الحديث، فأطلقوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا الذي ينبغي أن يذكر للناس. وهكذا عندما تخاطب تارك الصلاة حتى لو مذهبك يعني عدم تكفيره كفر ينقل من الله، ينبغي أن يقال في ذلك من تركها فقد كفر، ويطلق هذا الأمر على ما هو عليه دون أن تتعرض لتأويلها. يوم ما تيجي تتعرض لبناء الأحكام، يعني جاية بقى زوجته تسأل ولا أبناؤه اللي حيورثوه يسألوا أبونا ده نورثه ولا ما نورثوش، يبقى لابد أن تبين هنا الحكم تفصيلا وتبين أن ده كفر دون كفر على ما تعتقد في ذلك. يقول وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها، وهذه الأقوال التي ذكرتها محتملة في تأويل، كلها في تأويل محتملة في تأويله، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم.
هل قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة حيث قال وكان أبو هريرة يلحق معهن؟ دول ظاهره أن قوله ولا ينتهب نهبة إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبي هريرة، لكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا. فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن نبه هذا الحديث، وفيه والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، والذي نفسي بيده هذا مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يستغنى عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل بقوله من غير فصل بقوله وكان أبو هريرة يلحق معهن، وذلك مراد مسلم بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، إنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض الرواة استدلالا بقول من فصل فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال، وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن آخر الكلام معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة. خلاصة الكلام أن ذكر النهبة مرفوع وليس مدرجا ذات شرف، قال القاضي عياض معناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، قال النووي معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف لها الناس ناظرين إليها رافعين أبصارهم. النهبة هي ما ينهبه ولا يغل، هو من الغلول وهو الخيانة. إياكم إياكم معناه احذروا احذروا. وقوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد فظاهر، وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وللتوبة ثلاثة أركان: أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم ألا يعود إليها، فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، توبته الأولى يعني، بمعنى أنه لا يعاد عليه العقوبة على الذنب الأول، بل الذنب الأول سقط العقاب عنه. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة في المسألتين، قالوا إن عاد إلى الذنب بطلت التوبة من الذنب الأول يبقى عاد عليه ذنبين، وقالوا إذا تاب من ذنب وهو متلبس بآخر لم تقبل حتى تكون توبة من جميع الذنوب. قال القاضي عياض رحمه الله أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم، وترك توقيرهم والحياء منهم، ترك الحياء منهم، وجمع الدنيا من غير وجهها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ممكن السواك في زماننا لا يكفر.
في زماننا مش معلوم من الدين بالضرورة.